مطوعين الصعايب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تحية طيبة مسية في هذا اليوم، يوم السبت 14 من إبريل 2018، في بداية أول أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ننطلق أيها الإخوة المتابعون في أول الأيام مع الأشواط الرئيسية الخاصة بالإنتاج. تابعنا شوطين رئيسيين ورمزين غاليين خاصات بالإنتاج. كان الشوط الأول، ومن حقق ناموس الشوط الأول، شعار البرنس مع أم المواقع، وكانت حاضرة مع الشلفة الفضية الخاصة بشوط البكار، ليأتي في شوطنا الماضي مع فريح للسيد علي بن سالم بن دلوان خاطفا للخنجر الفضي أيضا، والسيارة في شوط رئيسي خاص بالقعدان. نهني كل الفائزين. لننطلق أيها الإخوة المتابعون مع ثالث أشواطنا على الهواء مباشرة عبر قناة الريان، عبر قنوات الدوري والكاس المتابعة لهذا الحدث المهم هنا بميدان التحدي هنا بمنطقة الشحانية. ننطلق مع الأشواط المساء الخاصة بالإنتاج، ونبدأ مع هذا الشوط الخاص بالإبكار. جائزة الشوط هي سيارة تويوتا ستيشن جيكس بانتظار أحد الفائزين. المركز الأول، المركز الأول لفر غانم بن محمد بن زايد الخيارين مع المركز الأول، شعار لا تغيب عنه الشمس، ينطلق بالمركز الأول. دروب مع المركز الثاني، علي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل شعار بن مقارح مع الظبي يتدخل هنا، راشد بن مخيت بن علي بن مقارح. المركز الرابع حبوبة الهاجري مع المركز الرابع، هنا عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري على المركز الرابع يقدم حبوبة. المركز الخامس ننتقل إلى سحابة، جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة المبدئية، 5 كيلومترات مع سن اللقاية، مع هذا الشوط، مع هذه الأشواط الخاصة في أول الأيام للإنتاج. اهتمام هنا في ميدان التحدي هنا في دولة قطر بالإنتاج والمنتجين. أشواط مهمة، أشواط حساسة، أشواط متابعة، وأشواط لها ناموس ونكهة هنا غير في هذا المهرجان الغالي. الإنتاج غير، والناموس في أشواط الإنتاج أيضا غير. لكل الفائزين يا سلام. نعود إلى شعار المطوع مع المركز الأول، الظبي على المركز الأول، راشد بن بخيت بن علي بن مقارح مع المركز الأول. المركز الثاني، ننتقل إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني، هذه أعلناها قبل لحظات بالمركز الخامس. تنتقل إلى المركز الثاني سحابة بوشريدة مع المركز الثاني، جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة المركز الثالث. المركز الثالث، المركز الثالث النويعس حمد بن سالم بن علي بن حمد باللنقح المري على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع حبوبة، يا حبوبة ديروا بالكم من حبوبة اللي تحتل المركز الرابع، احد الاسماء الخطيرة، احد الاسماء العملاقة. انتظروا مفاجأة حبوبة بشعار عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس
شعار الخيارين على المركز الخامس، وشعار أيضا تميز مع أشواط الرموز، شعار سعادة محمد بن زايد الخيارين مع فخر، واحد أنجاله غانم هنا يقدم فخر في هذا الشوط على المركز الخامس. المتابعة عند من؟ عند محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، أحد الشباب المميزين، أحد خبراء التضمير. الله، نعود إلى المركز الأول. إلى المركز الأول شعار بن مقارح، أحد الشعارات التاريخية، أحد الشعارات العملاقة. يا ما صال وجال هذا الشعار، يا ما حقق الرموز هنا وفي ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. له صولات، هذا شعار المطوع، وهذا المطوع حاضر متابع لهذا الشعار، لهذا الانطلاق. ضبي بن مقارح مع المركز الأول تبحث عن تحقيق نقطة في هذا المهرجان الختامي الكبير. بيقيضها بن مقارح، بيقيضها على ناموس، على ناموسين. نكون حبوبة 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 عبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايف الهاجري، هذه أنا رشحتها. لكن بن مقارح خطير يا بن نايف، خطير بن مقارح. أوه، انحصرت المنافسة بين اسمين وشعارين عملاقين. روح يا بن نايف، روح يا بن نايف. الله، بن مقارح، بن مقارح، بن نايفة، بن نايفة وبن مقارح. لكن ظبي بن مقارح مع المركز الأول تحلق في طريق الناموس هنا على المركز الأول. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري. الله، هذا هو التاريخ يتحدث اليوم، يتحدث يا بن مقارح، يتحدث عن الإنجازات، يتحدث هذا المساء وهذا الشعار عن هذا البطل، عن من حقق الرموز والأشواط الرئيسية. هذا هو، هنا الشعار المطوع، وهذه الظبي على المركز الأول. عصاها ببطانها، ما صدر عليها أي أوامر، بكل ثقة، بثقة الأشواط الرئيسية يقدمها بن مقارح. تهانينا للمطوع، وتهنئة لأنجاله الكرام، تهنئة على فوز الظبي بالمركز الأول. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري. المركز الثاني حبوبة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. المركز الثالث العنود محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري. المركز الرابع رقم 8 سحابة جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة. المركز الخامس شعار الخيارين مع فخر غانم بن محمد بن زايد الخيارين. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالكي الظبي من حق دعت السيارة في هذا الشوط. تهنئة للسيد راشد بن مخيت بن علي بن مقارح. التوقيت الزمني 7:38، 3 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت الظبي. تهنئة لراشد بن مخيت بن علي بن مقارح بدون أي أوامر، عصاتها ببطانها مغروزة. تهانينا والناموس للمطوع على هذا الفوز المستحق في هذا الشوط، حصول الظبي على السيارة تويوتا ستيشن جي إكس. المركز الثاني حبوبة بن نايفة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. قدم حبوبة، حلت بالمركز الثاني 7:41 وفاء وتماما وكمالا. هو توقيت حبوبة. تهنئة للسيد عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة. المركز الثالث العنود محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري. التوقيت الزمني 7:42، 6 أجزاء من الثانية. هذا هو شوطنا، وهذه المراكز الثلاثة الأولى.